ننتقل إلى التدريب على رسم مجموعة من الحروف. نبتدي بحرف الحاء مثلا. خد بالك من البداية ثم نزول ثم رجوع. النزول ده يساوي نقطة والرجوع ده يساوي نقطة، والجزء الأول ثلاث نقاط، ميزانه ثلاث نقاط، واحد اثنين ثلاثة. ده رسم حرف جيم مبتدئ، لها شكل تاني ولكن صقري كده، كأنه سقوط صقر. نفس الميل بيبقى أكثر، بيبقى حوالي نقطة ونص، ومفيش ميزان أسفل. وهذه بتدخل في رسم حرف الحاميم عشان تقدر تستوعب الميم أسفل الحاء. تدخل في رسم حرف الحاء راء، هذه هي الراء. وتدخل في رسم حرف الحاء حاء أيضا في رسم كلمة حجرة. هنراجع التدريب أيضا على رسم الدال. رسمنا الجزء الأول، وهذه الجزء الثاني. طيب دال منتهية في قاعدة هنا، نطلع رفيع ثم الدال أعلى من السطر بنص نقطة، إلا إذا سبقها مثلا لام ونزل تحت السطر بنص نقطة، يبقى في الحالة دي نخلي الدال على السطر. الدين مثلا. رسم حرف الراء بالشكل ده، هنا أربع نقاط، واحد اثنين ثلاثة أربعة. أما الجزء ده فبيبقى نقطة. دي بتستخدم في رسم مثلا كلمة بحر، هذه وصلة مقنطرة ثم رسم حرف الراء في بحر. احنا هنتعرض لانواع الوصلات فيما بعد ان شاء الله. رسم السين مهم جدا، سواء كانت مفردة سنة اولى سنة ثانية ثم الكاسة. لو عايز اعمل سين سين، ادي واحد
هذه اثنين، السنة الأولى نقطة، السنة الثانية نقطة ونصف. أعمل سين تانية، سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة. عايز ارسمها كأني بعمل دال وبعدين اقفلها بالشكل ده، يعني الحركة واحد، حركة اتنين، وبرضو بحافظ ان الجزء ده ميزانه نقطة، يعني الهاء تعلو السطر بنقطة كاملة، يعني الهاء المفردة تبقى بالشكل ده، الهاء المنتهي قصدي تبقى بالشكل ده زي كأنه دال، ثم وهذه هي النقطة.